السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم من سنة تانية؟ معاكم زميلتكم نهال مجدي امتياز. ان شاء الله انا هشرح لكم محاضرة Blood Introduction and Physiology of the Plasma. نتوكل على الله. في بداية المحاضرة كده نترحم على زميلنا اللي توفى على مدار سنين الدراسة، ربنا يرحمه ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته ويلحقنا بهم على خير يا رب. انا حبيت احط الصورة دي كمقدمة عشان طبعا احنا عايشين احداث مهمة جدا جدا بتحصل حوالينا وفي امتنا عامة، فحابين نتذكر قول الله تعالى ان هذه امتكم امة واحدة طبعا وانا ربكم فاعبدون. فنتذكر ان المسلم للمسلم كالبنيان، والمسلم كالجسد الواحد إذا تداعى له عضو. يعني أنا مش بذكر نفس الحديث صراحة، بس اللي هي سهرت له باقي الأعضاء وكده. فإحنا المفروض نتألم لألم الأمة، نسعى للخروج بالأمة من المأزق ده في أي ثغر إحنا موجودين فيه، ثغر العلم بأخلاقنا، بالتوعية اللي حوالينا، بتربية الأطفال الأصغر مننا على أهمية الأمة والإسلام. بسم الله نبدأ المحاضرة، وبعذر على المقدمة الطويلة. أول حاجة المحاضرة تاني هذكركم بيها هي مقدمة في دراسة الدم والفسيولوجي بتاع البلازما. الفسيولوجي طبعا كلنا عارفين ان هو علم وظائف الاعضاء. في الاول كده ايه هو البلاد؟ البلاد هو الفلويد اللي ماشي في الاوعيه الدمويه او عامه، هو يعني خارج من القلب وماشي في الاوعيه الدمويه. يبقى هو blood is a fluid tissue circulating within the cardiovascular system. طيب البلاد دوت بيكون من ايه؟ البلاد بيكون من حاجتين اساسيين، هما البلاد سيلز والبلازما. ونركز شويه في نسبتهم. البلاد سيلز بتمثل 45% من البلاد، اما البلازما فبتمثل 55%. البلاد سيلز ليها كونتنت وانواع، والبلازما كذلك لها كونتنت. البلاد سيلز عندنا هي الار بي سيز والواي بي سيز والبليتلتس، ريد بلاد كوربسلز white blood cells وplatelets. طبعا الترجمة هي كريات الدم الحمراء وكريات الدم البيضاء والصفائح الدموية. طيب حد هيسألني ليه red blood اسمها، هي ليها اسمين صراحة، يعني في ناس بتقول red blood cells والأصح نقول red blood corpuscles. طيب ليه اسمها كده؟ ده لأن هي مش خلية كاملة، هي مفيهاش nucleus. تمام كده احنا اتكلمنا عن مكونات الدم او خلايا الدم بشكل اصح. نيجي للجزء الثاني وهو البلازما. البلازما ده عباره عن ايه؟ البلازما دوت فلويد على فكره، لانه الميه بتمثل 90% منه، وال10% التانيين عباره عن inorganic substance، يعني حاجات غير عضويه اللي هي الاملاح والالكترولايتس عامه، الصوديوم والكلورايد والبوتاسيوم كالسيوم ماغنيسيوم والحاجات دي، وorganic substance. طبعا كلنا عارفين ان الاورجانيك سبستانس من الكيمياء العضويه ان هي بتبقى فيها كربون وهيدروجين. طيب الاورجانيك سبستانس دي عباره عن ايه؟ اللي هي البروتين والليبيد والجلوكوز وهكذا. تمام سريعا كده نقول ان البلد هو الدم اللي ماشي في الجهاز الاوعيه الدمويه والقلب. بنقول ان البلاد بيكون من حاجتين اساسيين، هما البلاد سيلز وبتمثل 45% من حجم البلاد، والبلازما اللي بتمثل 55%. في ثلاث انواع من البلاد سيلز وهما الريد بلاد كوربسلز عامه، وايت بلاد سيلز والبليتلتس. والبلاد سيلز كلنا عارفين ان هي بتتكون في البون مارو اللي هو نخاع العظام. اما البلازما فهي عباره عن ميه ووتر بنسبة 90%، inorganic معذرة inorganic substances، وديت بتمثل معايا حوالي 9/10، هتعرفوها بالتفصيل لما نيجي نبدأ الفسيولوجي في البلازما. وorganic substances ودي بتمثل
واحد من عشرة. الصورة دي بتعبر عن مركبات الدم. الصورة دي لما بيحصل سنترفيجيت للبلد، ان احنا نبدأ نفصله، نحطه في الجهاز كده اللي بيدور دوت ونبدأ نفصله، فبنلاقي ان البلازما هي الجزء العايم على السطح اللي هي لونها مصفر دي، وطبعا شايفين نسبتها قد ايه مقارنة بالبلد. واللي على الوش ده هي الوايت بلاد سيلز، على فكرة ده ليه علاقة بال اللي هي ال صلى على النبي اللي هي الفرق ما بين ال انا مش فاكره المصطلح، بس هو الفرق ما بين الزيت والميه، لما بنقول ان الزيت هو اللي بيعوم على السطح، تردد السطح او حاجه زي كده. بعدين الريد بلاد سيلز، تاني حاجه قصدي بعد الواي بي سيز هي البليتلتس، واخر حاجه الريد بلاد سيلز. تمام. طيب ايه اهميه البلاد عامه؟ الدم اللي ماشي في الاوعيه بتاعتنا مهم في ايه؟ اول حاجه مهم في التغذيه. تمام. التغذية إنه هو اللي بيوصل الأكسجين والأكل وكل حاجة للتشو، وفي نفس الوقت بيتخلص من الحاجات التانية، يعني بيتخلص من ثاني أكسيد الكربون، بيتخلص من اليوريا والكرياتينين، بيتخلص من الأمونيا اللي ناتجة عن الاحتراق في الخلايا دي. فهو أول أهمية ليه هو ترانسبورت فانكشن. تاني حاجة ده الترانسبورت فانكشن ده معتمد على الار بي سيز. تمام. طب تاني حاجه بيقول لك ديفنسيف ميكانيزم او فانكشن، ودوت عباره عن الجهاز المناعي اللي هو الواي بي سيز، الوايت بلاد سيلز اللي بتمثل الجهاز المناعي اللي بتهاجم اي بكتيريا او اي مايكرو اورجانيزم دخل للبلاد بتاعنا. بيقول لك is function of the YBCs, they provide the main defense mechanism against different type of microorganisms through phagocytosis and formation of antibodies. الفاجوسيتوزيس اللي هو بيبتلع الميكرو اورجانيزم ويبدا يتعرف عليه ويبدا يكون ضده اللي هي الانتيبودز. تاني وظيفه ليه، ودي تركز فيها جدا عشان هتتلخبطوا بينهم، التالتة والرابعة، حاجة اسمها هيموستاتيك فانكشن. هيمو يعني دم، هيمو. تمام. طب ايه هو الهيموستاتيك فانكشن دوت؟ بنقول ان هو بيمنع البليدنج. ازاي؟ عندنا ده شغل الصفائح الدموية، البليتلتس، لما يكون في انجري في الفيزل او حاجة بتبدأ البليتلت تعمل اجريجيشن وتلزق، ويحصل بقى ان الفايبرينوجين ده يتحول لفايبرين وحاجات من دي عشان يوقف لي البليدنج. ودوت حاجة اسمها تنشيط عملية الكواجيوليشن، وبيبقى فيه فاكتورز كتير عشان تنشط البروثرومبين والفايبرينوجين. تمام. طيب ايه بقى التانية اسمها هوموستاتيك. هوموستاتيك فانكشن تحفظوها منين؟ ده هوم، المنزل، البيئة اللي عايش فيها الدم. تمام. او البيئة المحيطة بالدم عامة، عكس الهيمو اللي هو الدم. لكن هوموستاتيك ده البيئة المحيطة بالدم في جسمنا وهكذا. بيقول اللي هو بيحافظ على الانترنال انفايرومنت كونستانت، بيحافظ على طبيعة الدم، طبيعة الدم انها تكون على طول زي ما خلقها ربنا، اللي هو مثلا بيحافظ على البي اتش بتاع الدم، بيحافظ على نسبة مكونات الدم، بيعمل اكستشينج ما بينه ما بين المكونات اللي في الدم والمكونات اللي في الخلايا وهكذا. والانترستيشيال فلويد دوت الفلويد اللي ما بين الخلايا وبعضها. يعني ايه؟ يعني احنا عندنا ادي خلية، خلية ودوت بلود فيزل، ففي هنا فلويد وفي جوه الخلايا انتراسيلولار فلويد، وده اسمه انترافاسكولار فلويد، وفي ما بينهم هنا كده في الفراغات دي اسمها انترستيشيال فلويد. تمام. يبقى الجنرال فانكشن اوف البلد ترانسبورت فانكشن، هو بيوصل بيه التغذيه والاكسجين، وبيخرج المواد الناتجه بقى عن الاحتراق او اللي هي الويست برودكت.
برودكت. تاني حاجة ان هو بيحمي وبيكون جهاز المناعة الديفنسيف ميكانيزم اللي هو عن طريق الواي بي سيز مثلا، ده اللي في الدم، وبيحافظ على الهيموستاتيك او الحالة بتاع الدم، ان هو بيعمل ايه، بيمنع البليدنج عن طريق ان هو بيكون الجلطات. رابع حاجة ان هو بيعمل هيموستاتيك، هيموستاتيك دوت اللي هو بيحافظ على البيئة اللي في البيئة الداخلية عن طريق ان هو بيعمل اكستشينج ما بين الدم في الأوعية والدم في الانترستيشيال فلويد عشان يحافظ على السبستانسز ما بينهم. نيجي بقى نتكلم عن البلازما ونركز مع بعض هنا. البلازما هو قلنا زي ما هو قلنا زي ما فات هو فلويد، وبيمثل هو برضو فلويد لأنه بيتكون بنسبة كبيرة من المية 90%، وهو بيمثل حوالي 55% من التوتال بلاد فوليوم. تمام، مهم جدا تركزوا عشان الام سي كيو. طيب قلنا البلازما بيتكون من ايه، بيتكون 90% منه عبارة عن ووتر و ديزولفت سوليوتس، يعني مواد مذابة في المياه دي، ودي بتمثل 10%. بنقسمهم كالآتي: organic substances اللي هي البروتين، بلازما بروتين، والليبد والهرمون والإنزيم في نفس الوقت، دول بيمثلوا 9.1. بتقسم 9.1 دول لإيه؟ إن البلازما بروتين لوحدها بتمثل 7.1، و2% من باقي الحاجات هي عبارة عن ليبد وهرمونز وإنزيم ونيوترينت وويست برودكت. فلما نجمع 2% و7.1 هيديني 9.1. تمام، طيب وكده يتفضل لي كام من 10%؟ يتفضل لي 9 من 10. دول عبارة عن الانورجانيك سبستانس اللي هي الالكترولايتس عامة، الصوديوم والبوتاسيوم بالكارب وهكذا. نجمع بقى مع بعض، لو احنا قلنا ان البلازما، نركز كده، البلازما عبارة عن 55% من الدم. تمام، دي خلاص دي نسبته، يعني الدم 100%، البلازما واخدة من الدم 55%. تمام كده. طيب نركز بقى تاني، احنا هنا بنتكلم عن البلازما نفسها. البلازما نفسها دي حاجة تانية خالص، هنقول ان هي بتمثل 100% من نفسها. طب 100% دي متقسمة ازاي؟ متقسمة 90% ووتر و10% مواد مذابة. كده يبقى 100%، 10 دي متقسمة مواد اورجانيك ومواد ان اورجانيك. الاورجانيك بتمثل 9.1، والان اورجانيك بتمثل 9 من 10. فكده معانا 9.1 و9 من 10، دي 10%. تمام، طيب كمان جينا قسمنا الاورجانيك اللي هما 9.1 لحاجتين، قلنا بلازما بروتين ودي بتمثل 7.1، والباقي الحاجات اللي هي الاورجانيك اللي هي مثلا زي الهرمونز والانزيم والحاجات دي بتمثل 2%. يلا نجمع الحاجات دي بقى مع بعض، 2% اللي هو البلازما اللي هو الانزيم والبروتين مع 7.1 اللي هي سوري الانزيم والهرمون بيمثلوا 2%، و7.1 اللي هم البلازما بروتين، دول مع بعض بيدوني 9.1، ودول الاورجانيك سبستانسز اللي موجوده في البلازما. تمام، وصلنا 9.1. نيجي تاني الان اورجانيك سبستانسز بتمثل 9 من 10، فيبقى 7.1 و9 من 10 ده عباره عن سوري 2 و7.1 دي عباره عن 9.1. تمام، نجمع عليهم 9 من 10 بتاع الان اورجانيك فبقوا معانا 10%. تمام، مع الووتر اللي هو 90%، فاحنا كده شفنا مكونات البلازما اللي بتمثل لي 100%. تمام، اعيدها تاني، احنا قلنا ان البلازما 100%. تمام، بالنسبة لنفسها، يعني البلازما 100% بالنسبة لنفسها مكوناتها هي، هنقسمها لحاجتين: ووتر
ودي 90%، وحاجات ذائبة ديزولفت كده، الحاجات الذائبة منها أورجانيك ومنها إن أورجانيك. الإن أورجانيك اللي هي الأملاح عامة والإلكترولايتس، ودي بتمثل 9 من 10، والأورجانيك بتمثل 9.1 من 10. والإن أورجانيك بتتقسم لحاجتين، بروتين وده بيمثل 7.2، وإنزيمز وهرمونات وحاجات تانية بتمثل 2%. تمام تمام بإذن الله. ندخل على بعد كده حاجة بقى مهمة جدا اسمها البلازما بروتين. لو لاحظنا ان البلازما بروتين هي المكون المهم جدا جدا في البلازما، يعني الووتر ده الحاجة اللي بيذوب فيها باقي المكونات، فبالنسبة لي البلازما بروتين هي الحاجة المهمة جدا. بنقول ان الكونسنتريشن بتاع البلازما بروتين، تركيزه في البلازما عبارة عن 6 ل 8 جرام في كل دي سي، يعني كل دي سي لتر من البلازما موجود فيه حوالي من 6 ل 8 جرام من البلازما بروتين. طيب ايه انواع البلازما بروتين؟ اول واحد ده اهم واحد بالنسبة لنا وليه اهمية كبيرة، هو الالبيومين. تمام. تاني حاجة الجلوبيولين او الاميونوجلوبيولين، يعني تالت حاجة الفايبروجين والبروسترون. ركزوا معايا هنا، الالبيومين بيمثل من 3.5 ل 5 جرام لكل دي سي، بنقول ان هو سمول مولكيولر ويت، مهم جدا، وده اشهر حاجه الموست اباندنت اللي هو الكبير المسيطر هنا كحجم. تاني حاجه الجلوبيولين، ودوت بيمثل 2.5 جرام لكل دي سي، ودوت ليه كذا نوع، الفا وبيتا وجاما. لو مركزين يا شباب، الجلوبيولين دي اللي هي بتصنع الانتي بودز، يعني دي جزء من الجهاز، يعني مسؤول، اللهم صل على النبي، ده حاجة تبع الجهاز المناعي بينتجها في الدم. ولو مركزين انا قلت الجهاز المناعي اللي في الدم هو الواي بي سي، يبقى الجلوبيولينز بينتج من الواي بي سي. منين بالظبط؟ من نوع من انواع الواي بي سي اللي هي اسمها بلازما سيل. ثالث حاجة هنتكلم عنها هو الفايبرينوجين. الفايبرينوجين بيمثل 4 من 10 جرام لكل دي سي، وهو the largest molecular weight. طب مين the smallest molecular weight؟ هنقول الالبيومين. تمام، ركزوا عشان الام سي كيو. والبروثرومبين ده بيمثل 1 من 100 جرام لكل دي سي، وده اقل حاجه. تمام. من الاسماء كده الفايبرونجين اللي هو بيكمل فايبر، والبروثرومبين ثرومبس يعني جلطه. تمام. فالبروثرومبين هو قبل تحويله لثرومبين، يعني برو يعني الحاجه اللي ما قبل، يعني قبل ما تبقى اكتف. فده الفايبرينوجين والبروثرومبين دول جزء من الكواجيوليشن بروفايل او الكواجيوليشن ميكانيزم، عمليه تكوين الجلطه ومنع النزيف. تمام. والجلوبيولين زي ما قلنا ده جزء من المناعة. في معلومة مهمة جدا جدا وانا عاملة عليها ان بي اهي ملحوظة، ان كل انواع البلازما بروتين بيتصنعوا في الليفر. تمام. عدا الجاما جلوبيولين اللي هي الانتي بوديز، دي بتيجي منين؟ قلنا ان هي مناعية، فبالتالي بتيجي من الواي بي سيز وبالظبط من البلازما سيلز. تمام تمام باذن الله. طب نفهم ايه من فكره ان البروتينز دي البلازما بروتينز بتتصنع في الليفر؟ نفهم حاجه مهمه جدا، ان لو في ليفر ديزيزز البلازما بروتين هتتاثر، الالبيومين هيتاثر، الفايبرينوجين والبروثرومبين هيتاثروا، فهتلاقي ان مريض الليفر بينزف او عنده سيوله، مش عارفين نتحكم في النزيف لانه ما عندوش الفاكتورز المسؤوله عن وقف النزيف. تمام. في
في حاجة بقى انتوا لاحظتوا ان الالبيومين والجلوبيولين هما اكتر حاجة، اكتر نسبة موجودة معانا. الالبيومين زي ما قلنا 3.5 لـ5 والجلوبيولين 2.5. في حاجة اسمها البيومين جلوبيولين ريشيو، دي بنفهم منها ايه؟ بنقول هي يعني الريشيو او النسبة ما بين البلازما ليفل اوف الالبيومين والجلوبيولين. بنقول ان هي نورمالي لما نقيس نسبة الالبيومين ونقيس نسبة الجلوبيولين ونقسمهم على بعض، هنلاقي النسبة الطبيعية ان الناتج يكون اكبر من 1، يعني 1.6، من 1.2 لـ1.6. تمام؟ الريشيو دي مهمة؟ مهمة، وفهمكم ليه مهمة بعد كده. بنقول الريشيو دي لو قلت عن 1.2 او قلت عن 1، عايزين نعرف اسبابها هتعبر عن ايه، ولو زادت عن 1.6 هتعبر عن ايه. هنتكلم مثلا لو احنا حسبناها ولقيناها اقل من 1، اقل من 1.2 او اقل من 1، فهنفكر مع بعض ايه اسباب نقص الريشيو ده. بصوا كده، الالبيومين بتصنع فين والجلوبيولين بتصنع فين؟ الالبيومين ده ضمن البروتينز اللي بتتصنع في الليفر، الجلوبيولين ده الاكسبشن اللي بيتصنع في البلازما سيل، يعني مش في الليفر. طب احنا ساعتها لو ما قلنا ان الليفر ديزيزز هيقلل البلازما بروتين اللي بتتصنع فيه اللي من ضمنها الالبيومين، يبقى اول حاجه ان انا عندي ديكريز في الالبيومين، ودوت بيحصل في الليفر ديزيز. تمام؟ او انا الالبيومين بيتسحب من الجسم كده، تمام، بالجسم بيخسره increased loss، اما هيخرج في اليورين عن طريق الكدني لو في مشكلة في الكدني ومش عارفة تمنع بالمصدر الالبيومين اصلا مش بينزل في اليورين، خلاص مش هقولها دلوقتي عشان ما نزودش المعلومات على الفاضي. تمام، فهو النورمالي انه ما ينزلش في اليورين، لكن لما يكون في كدني ديزيز فانا هفقد الالبيومين في اليورين. تاني حاجه ان مثلا يكون في بيرن، سيفير بيرن، يعني جزء من الجسم اتحرق جامد فالبلازما هتفقد. تمام، واكتر مكون للبلازما هو ايه؟ الالبيومين، فده هيفقد بنسبه كبيره. تمام، ده احنا اتكلمنا في الشق بتاع البلازما اللي هو لو احنا اللي هو الباست بتاع الريشيو، الالبيومين نقص فالريشيو قلت، او العكس المقام هو اللي زاد اللي هو الجلوبيولين. الجلوبيولين ده المناعة، تمام، الاميونوجلوبيولين. ايه سبب بقى زيادة الاميونوجلوبيولين؟ جهاز المناعة نشط فخرج اميونوجلوبيولين، يعني في انفكشن، او في حاجة اسمها اوتو اميون ديزيز. الاوتو اميون ديزيز ده جهاز المناعة نشط وبياكل اجزاء من الجسم، بيهاجم الجسم بدل ما يهاجم المايكرو اورجانيزم. تمام، نعيد تاني، ايه اسباب نقص الريشيو؟ اما ان الالبيومين نقص او الاميونوجلوبيولين زاد. تمام، طيب ايه اللي يخلي الالبيومين نقص؟ اما تصنيعه نقص، ودوت بيحصل لما يكون في ليفر ديزيز، او انا الالبيومين بتاعي بيقل في جسمي وده بسبب ان انا مثلا بشر علي عندي كيدني ديزيز فمش عارفه امنع الالبيومين انه ينزل في اليورين، فبالتالي هيحصل يورينري لوس اوف الالبيومين. تمام، او في السيفير بيرن وكده فبيحصل برضو البيومين لوس. طيب ايه اسباب انكريز الاميونوجلوبيولين؟ يعني جهاز المناعه نشط، سواء بقى في انفكشن وبيحاربه او اتجنن وعمل اوتو اميون ديزيز وبقى يهاجم الجسم نفسه. طيب الريشيو امتى بتزيد بقى؟ هنعكس، اما الاميونوجلوبيولين قلت او البلازما الالبيومين زاد. اللي هنا بنقول ان الاميونوجلوبيولين قل في حاله اسمها كونجينيتال جاما جلوبيولينيميا. تمام، احنا قلنا الجلوبيولين هو عباره عن جاما جلوبيولين بيتصنع في البلازما سيل. لفظ
إيميا ده معناه إن الحاجة نقصت في الدم، فده مرض كونجينيتال بيظهر فيه إن الجلوبيولين قل في الدم. تمام. طب إيه أهمية الريشيو دي؟ الريشيو دي مهمه ليه؟ لان بنقول ده بيقول لك ده تيست سهل جدا، انا اقيس نسبه الالبيومين واقيس نسبه الجلوبيولين واقسم الالبيومين على الجلوبيولين واشوف الريشيو، لو هي زايده ده معناه ان في امراض قللت الالبيومين او ان الجلوبيولين زايد. طب لو هي زايده ده معناه ان الجلوبيولين قليل. طب ده هيفيدني في ايه؟ يعني انا عارفه ان الحاله دي مثلا عندها ليفر ديزيز، فبالتالي انا عارفه ان الريشيو هتكون قليله. طيب عدت التحليل لقيت الريشيو لسه قليله وبتقل، ده معناه ان الليفر ديزيز اتحسن؟ لا، ده بيتدهور. طيب قسته لقيت الدنيا بتتعدل والريشيو راح ناحيه النورمال، يبقى انا الليفر ديزيز بتاعي بيتحسن. ده اسمه بيشوف البروجريس اوف الديزيز، التطور بتاع الديزيز ايه، حلو ولا وحش. تمام. وبيقولك ان هو مش دايجنوستيك تيست، هو تقريبا انا اسفه جدا الداتا الكلام تقريبا في الداتا اتعكس، فانتوا معلش ركزوا في المعلومه ان هو يعني السطر ده معكوس، هو مش دايجنوستيك تيست but it is not diagnostic test يعني but is not، دي المفروض تكون قبل diagnostic test. معذره بجد، هو الداتا الصراحه تعبتني قوي في تحضيرها، فلو مستعين انا هقرا الجمله دي على بعضها عشان تركزوا معايا. It is an easy test that ratio of albumin globulin importance of. طب ايه بصوا هي importance of ratio albumin albumin globulin ratio. تمام، معذره بجد. use in follow up of the progress of the disease، انا بشوف عمليه تطور disease and treatment and effect of treatment، هل العلاج اللي انا بديه بيحسن الليفر ديزيز ولا لا؟ ده عن طريق ان انا بشوف الريشيو اتحسنت ولا لا. تمام. وبنقول كمان but it is not a diagnostic test، يعني ايه؟ يعني انا مثلا لما الاقي الريشيو قليله ما اقدرش اقول ده ليفر ديزيز. ليه؟ لاني عندي اسباب تانية، ما يمكن القلب من بيقع من اليورين او الحاله فيها حرق مثلا، او يكون عندها انفكشن والجلوبيولين زايد، فهنا مش بيديني دايجنوزس الحاجه، هو جاست بيديني البروجريشن بتاع المرض. معلش هقول الجمله تاني بما ان الجمله معكوسه هنا، بنقول it is an easy test that use in follow ratio دي use in follow up of the progress of the disease and diagnose but it's not diagnostic test. معلش تاني، ال NBA عبارة عن ال importance of AG ratio، بنقول it's an easy test that use in follow up of the progress of the disease and the effect of treatment اللي أنا بعالج بيه العيان، but it is not a diagnostic test، هي مش بتشخص، هي بس بتشوف التطور بتاع الحالة، هل هي بتتبهدل ولا بتتحسن، وبتشوف الإفكت بتاع العلاج لكن مش بتشخص. هنتكلم دلوقتي عن وظائف البلازما بروتين. البلازما بروتين ليها هتلاقينا مقسمينها ليه specific function و نون سبيسيفيك. يعني ايه سبيسيفيك ونون سبيسيفيك؟ سبيسيفيك يعني ده البروتين مسؤول عنه لوحده كده مميز بيه، اما النون سبيسيفيك ان هو ممكن الوظائف اللي هو بيعملها دي هتلاقي حاجات تانية بتعملها. طيب ايه هي السبيسيفيك فانكشن؟ ركزوا معايا، اول حاجه اسمها الاوزموتيك فانكشن، الخاصيه الاسموزيه، فاكرينها ان احنا مثلا بنشوف تركيز الحاجه فين اكتر، وساعتها هتسحب الووتر مثلا لو في الملح اكتر هنا
فالووتر هيتنقل من الاقل تركيز للملح للاعلى تركيز. تمام، بنقول ان التوتال اوزموتيك بريشر اوف البلازما 5000 ملي متر بقي. وده ليه؟ لان البلازما بتتكون من كريستالويد. كريستالويد ده اللي هو عبارة عن ملح مذاب في مية، اللي هو تلاقيه في الاستقبال او كده، اللي هو اسمه السلاين او درينجر. تمام، ده اسمه كريستالويد او كولويد، اللي هو عبارة عن بلازما بروتين زي الالبيومين مثلا، والالبيومين مسؤول عن 80% وفي البلازما كولويد اوزموتيك بريشر. ليه؟ لان الالبيومين هو اكتر نسبة موجودة في البلازما. يبقى نتكلم ان الاوزموتيك بريشر بتاع البلازما المسؤول عنه كريستالويد زي البوتاسيوم والصوديوم والاملاح عامة المذابة، وكمان الكولويدز اللي اهم واحد فيهم اللي هو الالبيومين. الكولويدز هنا بتمثلها البلازما بروتين، واهم حاجة فيها الالبيومين. مسؤول عن نسبة كام؟ مسؤول عن نسبة 80% of the plasma colloid osmotic pressure. ليه؟ لان هو due to the highest concentration and the smallest molecular weight. وبيقولك هنا برغم ان اهمية الكولويد اوزموتيك بريشر، ان الكولويد الاوزموتيك بريشر اللي مسؤول عنه الالبيومين قليل، يعني حوالي 25 ملم زئبقي بالنسبة للأوزموتيك بريشر اوف البلازما اللي هو 5000 ملم زئبقي، الا ان هو ده اهم حاجة في مكونات البلازما اللي بتساعد في الاكستشينج والأوزموتيك فانكشن. طب ازاي؟ الفكرة في ايه؟ الفكرة ان انا فاكرين لما قلت لكم ان انا عندي سيلز، تمام، وانترستيشيال اللي ما بين السيلز وبلاد فيزلز، وقلنا هنا فلويد وهنا فلويد وجوه السيلز فلويد، تمام. فكل الفلويدز دي فيها صوديوم بوتاسيوم كلورايد وهكذا، تمام، سواء انترافاسكولار او انترستيشيال او انتراسيليولار، يعني كلهم لحد ما فيهم املاح باختلاف شويه بسيطه في الريشيو. طيب ايه اللي موجود بقى؟ البلازما موجوده انترافاسكولار بس، موجوده بس مش موجوده انترستيشيال ولا انتراسيليول. البلازما بروتين متفرده بنفسها جوه الفاسكولار، تمام، فبالتالي هي دي المسؤوله عن الاوزمولار بريشر اللي بتسحب بيه الفلويد من تسحب بيه الفلويد من الانترستيشيال وكده. فلو انا عندي نقص في الالبيومين، فاكرين ليفر ديزيز مثلا نقص في الالبيومين، فهتلاقي ان الاوزموتيك بريشر قل، فبالتالي الميه او البلاد اللي هو الفلويد البلاد عامه او الفلويد يعني بيبدا يتسحب ناحيه الانترستيشيال وكده، فهتلاقي العيان جاي بإديمة. تمام، وده اللي يقول لك ان عيان ليفر ديزيز بيتلاقي هو عنده إديمة وبطنه منفوخة ورجله بقى منفوخة والدنيا دي. تمام، هنا زي ما قلت لكم لأن البلازما بروتين هي عبارة عن only component of the plasma that cannot leave the blood vessel to tissue space، while the crystalloid اللي هي الالكترولايتس تقدر انها تشفت من هنا لهنا. مصطلح الاي اس اف هو عباره عن اكسترا سيلولار فلويد. فايه هو الاكسترا سيلولار فلويد؟ هو الفلويد اللي فيه الفيزلز والفلويد اللي فيه الانتراستيشيال. ليه؟ لان الاثنين اسمهم ميه او فلويد عامه، سواء بره الخليه extra cellular fluid. تمام، يبقى نقرا كده، بنقول ان اول فانكشن للبلازما بروتين حاجه اسمها اوزموتيك فانكشن، بنقول
total osmotic pressure of the plasma هو 5000 مليمتر بقي، ودوت بسبب الكريستالويد وكمان الكولويد برضه. بس الكريستالويد زي ما انا قلت لكم اللي هو الالكترولايتس الاملاح المذابه في الدم، والكولويد بنسبه كبيره البلازما بروتين، واللي هو ما بنقول بلازما بروتين نبص على اقوى حاجه معانا اللي هو الالبيومين. تمام، وبنقول الالبيومين بيمثل 80% اوف ذا بلازما كولويدال اوزموتيك بريشر. يعني ايه 80% من البريشر الاوزموتيك بريشر الناتج عن بلازما بروتين، مش الناتج عن كل البلازما، لا 80% من ال 25 ملم باقي ده اللي هو الكوليد اوزموتيك بريشر. تمام تمام باذن الله. بس برغم ان هو نسبته قليله اللي هي 25 ملم باقي مقارنه بال 5000 اصلا اللي هو الاوزموتيك بريشر الكامل للبلازما، الا انه اهم حاجه. ليه؟ لان الالبيومين او البلازما بروتين متفرد بالبلازما ومش بيخرج بره الفيزلز، فبالتالي هو موجود جوه الفيزلز وهو العامل المؤثر فعليا في الاوزموتيك بريشر اللي بيسحب الفلويد. تمام، عكس الالكترولايتس او اللي هو الكريستالويد. ليه؟ لان الالكترولايتس في منها جوه الخليه وفي الانترستيشيال ما بين الخليه وفي الفيزلز، فاي ديستربنس هنا زاد هنا قل كل ده بيروح ويجي. تمام كده احنا اتكلمنا عن اول حاجه. تاني حاجه بقى هي الديفنسيف فانكشن اللي هي ايه بقى. الديفنس اللي هو الديفنسيف جهاز المناعه او الجهاز المقاوم، تمام، المانع اللي هو بيحارب الاورجانيزم والتوكسينز، اللي هو عباره عن ايه؟ الجلوبيولين، الاميونو جلوبيولين، واهم حاجه الجاما جلوبيولين، لانه بيكون انتي بوديز ذات بروتكت ذا بودي فروم ذا مايكرو اورجانيزم اند ذير توكسين. وبيقول ان الالفا والبيتا جلوبيولين هاف ترانسبورت فانكشن، وكده ان هي بتمسك الحاجه وتدخلها بقى على الجهاز المناعي والليمفاتكس والحاجات دي. تالت وظيفة معانا حاجة اسمها الفيسكوستي اوف ذا بلود، ودوت المسؤول عنه الفايبرينوجين. تمام، وشوية ار بي سيز كده برضو، بس المين المين معانا في الفيسكوستي دي يا ولاد اللزوجة. تمام، وديت المسؤولة عن تحافظ على البلود بريشر. ازاي؟ لانها بتعمل شويه مقاومه. تمام، مسؤوله عنها الفايبرينوجين مع الار بي سيز. تمام، رابع حاجه معانا هو الكلوتينج اوف ذا بلود اللي هو بيمنع النزيف الناتج عن الفيزلز انجري، ودول الفايبرينوجين اللي بيعمل فايبرز كده حول الانجري، والبروثرومبون اللي بيكون ليه ثرومبون ويمنع انه يحصل بيكون جلطه فيمنع النزيف. تمام، يبقى اربع وظائف سبيسيفيك للبلازما بروتين. اول حاجه الاوزموتيك فانكشن، ثم الديفنسيف، ثم الفيسكوستي مسؤول عن الفيسكوستي اوف ذا بلود، ثم الكلوتينج اوف ذا بلود. النون سبيسيفيك فانكشن بقى اللي انا قلت ان هي مش حاجه سبيسيفيك او خاصه بالبلازما بروتين بس البلازما بروتين بتشتغلها. زي ايه؟ زي الكارير فانكشن. يعني ايه كارير فانكشن؟ احنا عارفين ان ان مثلا الار بي سيز بتشيل الاكسجين والحاجات وتوديها وكده. تمام، الكارير فانكشن بتاع البلازما بروتين مهم في نقل حاجات زي الهرمونات. الهرمونات بتتفرز من الغده وبتدخل الدم وبتتشال في على البلازما بروتين. تمام، سواء بقى هي الهرمونز ثيروكسين اللي خارج من الثيرويد، او الادرينو كورتيكال اللي هو مثلا ادرينالين
مثلا على النبي، والحاجات بقى اللي هي الكورتيزول واللي هي السوبرا رينال جلاند يعني، والحاجات اللي بتفرزها، والسكس هرمون. وكمان مش كده بس، مش الهرمونات بس، لا ده كمان بتشيل الفيتامينز وشوية ميتالز وفاتي اسيدز واميونو اسيدز وهكذا. فهي ليها امبورتنت انها تمنع، هي طول ما هي ماسكة في الحاجات دي بتمنع ان يحصل لها لص عن طريق الكدني. ليه؟ زي ما قلنا ان البلازما بروتين مش بتخرج في اليورين كطبيعي، لكن هتخرج لو حصل كدني ديزيز. فهي بتمنع، بتمسك في الحاجات دي فتحميها انها يحصل لها فلتريشن في الكدني. مش كده وبس، ده بنقول انها كومبايند فورم اكت از، الماسكه دي بتشتغل كريزرفوار. ريزرفوار يعني هقولها ازاي، يعني انت مثلا معاك فلوس صرفت جزء والجزء التاني محوشه، فهي حرفيا بتحوش باقي الحاجات. ازاي مثلا؟ يعني هي بتمسك في هرمون زي مثلا نقول سيروكسين اللي هو هرمون بتاع الثايرويد جلاند، تمسك فيه وتسيب جزء مش ماسك. الجزء اللي مش ماسك ده بيمشي في الدم ويروح يشتغل على الاورجانز اللي الثايرويد بيشتغل عليها. طب والجزء الماسك ده بيبقى تحويشه كده موجوده في الدم، لما نحتاجه يقوم سايب ويبقى فري ويشتغل. تمام. كمان مش بس بتنقل الهرمونز والحاجات دي بس، لا كمان بتنقل الهارمفول سبستانس. زي مين؟ زي البليروبين. البليروبين عشان تمنعه بتمسك فيه عشان تمنعه ان يدخل على البرين، لانه كان باص البلاد برين بارير، فهي بتمنعه ان يدخل على البرين عشان بيعمل مشاكل في السي ان اس. تمام. يبقى هي كمان زي ما بتشيل حاجات مفيده بتشيل الحاجات الضاره. ده بالنسبه ان هي بتشتغل ككارير حامل. طيب تاني فانكشن ونركز معاها حاجه اسمها بافر فانكشن. يعني ايه بافر فانكشن؟ لو عارفين حاجه اسمها البي اتش، تمام، فاحنا عندنا النورمال بلاد بي اتش هو يعني سلايد الكلاين كده من 7.35 من 100 لسبعة، احفظ الرقم ده هيفضل معاكم على طول، 45 اللي هو عندكم هنا هو كاتب 7.4 اللي هو يعني الافريج كده. طيب البي اتش ده عشان نحافظ عليه محتاجين ان يكون في بالانس ما بين الاسيدوزس اللي هي الحاجات الحامضية اللي بيمثلها الهيدروجين، وما بين الحاجات القلوية اللي هي بتكون نيجاتيف ديسشارج ومعانا هنا بيمثلها بنسبة كبيرة البايكار. طيب دول الحاجات الأساسية. ايه علاقة بقى البلازما بروتين بالموضوع ده؟ عايزة اقولك زي ما احنا عارفين انا البلازما بروتين ليها تشارج، يعني نيجاتيفتي للتشارج، اما نيجاتيفتي او بوزيتيف. تمام. فهي بتشتغل حوالي 15% بافرنج باور، 15% من قوة البافرنج باور، لكن المين بافرنج زي ما انا قلت هو الهيدروجين والبايكارب. تمام تمام بإذن الله. طيب بتشتغل ازاي كمان بافرنج؟ بيقولك مثلا في حالة الاسيدوزس، يعني ال بي اتش قل عن 7.35 فحصل اسيدوزس، معناها ان الهيدروجين عالي، والهيدروجين لما بيمسك في حاجة زي مثلا اي مركب حميضي مثلا، فبيكون حمض قوي، يعني مسك في حاجة قوية الهيدروجين فبيكون حمض قوي. تمام. فالحمض القوي ده هيزيد من الأسيدوزس، من حموضة الدم، فساعتها البلازما بروتين بتمسك في الحمض ده في الهيدروجين وبتكون بتتحد مع الهيدروجين فبتكون حمض ضعيف. تمام. فبتقلل الحموضة، او
بتتحد لو حصل الكالوزس، الدم زاد عن البي اتش زاد عن 7.45، فحصل قلويه زياده عن اللزوم للدم، فساعتها برضو هي هتتدخل وهتمسك في الجزء النيجاتيف وتحاول تخليه تحاول تخلي اللهم صل على النبي الموضوع اقل قلويه. هي يعني مش بتقدر تتحكم قوي، هي يا دوبك بتاثر في البفرنج حوالي 15%. طيب هي بتعمل كده ازاي؟ ازاي بتشتغل على الاسيد وبتشتغل على البيز في نفس الوقت؟ عندها اتنين كونتنت فيها، هي احنا عارفين البلازما بروتين دي اورجانيك، فهي عندها جزء كربوكسيل اللي هو سي او اتش، و امينو جروبس اللي هو الان اتش 2، تمام؟ فهي عندها القدره انها تمسك سواء في حاجات الحمض او في حاجات البيز الالكول، تمام؟ فبتقدر تعمل لهم بافرنج، انها مثلا تحول الحمض القوي اللي معلي الاسيدوزس لحمض ضعيف، فالاسيدوزس تقل معاها شويه. ده بالنسبه للبافرنج. بنقول هنا at normal pH of the blood البلازما بروتين are present as weak acid اللي هي بروتينيك acid which can bind to sodium ions in the plasma forming sodium بروتينيت، تمام؟ يعني هي عبارة عن weak acid هيتفاعل مع الصوديوم، تمام؟ فالهيدروجين بيخرج ويكون حاجة مثلا الصوديوم بروتينيت، تمام؟ ودوت بيكون weak base. ليه؟ لان دوت ويك اسيد اصلا اللي تفاعل مع الصوديوم. So when strong acid as lactic acid was added to blood the strong acid، فساعتها هيحصل البافرنج عن طريق الصوديوم بروتينيت اللي انا كون اللي البلازما كونته، ويكون حاجه اسمها بروتينيك اسيد ودوت ويك اسيد. ازاي بيحصل العملية؟ ان انا بيحصل تبادل زي اي حمض بيتحد مع التاني، هيحصل ان الصوديوم هيتحد مع اللاكتيت وده اللي بيخلي يتكون بروتينيك اسيد اللي هو ويك اسيد بدل مكان لاكتيك اسيد اللي هو كان سترونج اسيد، فقلل الاسيدوزيس شوية اللي هو preventing marked change in blood pH. ده هو يبقى راجع حاجات مهمة كده سريعا، ان البلازما ليها دور في البافرنج اللي هي الحفاظ على البلود بي اتش، النورمال بلود بي اتش من 7.35 ل 7.45، بتحافظ بتشتغل يعني هي المسؤولة عن البافرنج يعني حوالي 15%، لكن مش هي المين سورس او حاجه انها بتعمل بافرنج، لا خالص. المسؤولين عن البافرنج فعليا هم البايكارب والهيدروجين اللي هو اللي هما اتنين جهازين في الجسم اللي هو الرينال و اللهم صل على النبي والريسبيراتوري، تمام؟ مش وقته، ما كاني ما قلتش حاجه، تمام؟ وهنا كان شارح معايا هنا ان ازاي بيعمل بافرنج، فضرب مثال ان انا عندي ان البلازما بروتين اساسا نيجاتيف تشارج بيتحد مع اللي هو عباره عن بروتينيك اسيد، لما بيتحد مع الصوديوم بيكون حاجه اسمها صوديوم بروتينيت وبيبقى ويك بيز، لان الصوديوم اقوى فهو اللي هيبقى بيز، يعني بوزيتيف في التشارج فهو هيبقى بيز، تمام؟ طيب هيبقى ويك بيز. طب وبعدين بنقول لك ساعتها بقى لما يحصل مثلا اسيدوزس، وضرب مثال ان حصل لاكتيك اسيد زايد، تمام، في الدم، ساعتها الويك اسيد اللي هو الصوديوم بروتينيت هيتحد او يدخل تفاعل مع اللاكتيك اسيد ويحصل تبادل، فهيبقى صوديوم لاكتيت وده ملح اهو متعادل، ويكون بروتينيك اسيد وده ويك اسيد، تمام؟ فانا دلوقتي قللت الماركت تشينج في البلود بي اتش، يعني هو كان اسيدوزس هو لسه ستيل اسيدوزس بس اقل، يعني احسن من السيفير اسيدوزس اللي ممكن يموت العيان، تمام؟
يبقى احنا اتكلمنا عن الاوزموتيك الاوزموتيك بريشر ده، اتكلمنا عن الكارير معذره ده في النان سبيسيفيك، واتكلمنا عن البفر بفرنج. هنتكلم عن حاجه اسمها كنترول كابيلاري برميابيليتي. يعني ايه الكابيلاري برميابيليتي؟ الكابيلاري برميابيليتي اللي هي انها بتسمح بانتقال الحاجات من والى الكابيلاري. احنا عارفين ان ده ارتري، تمام، وده جزء فين اللي هو الفينيولز والارتريولز، ودي منطقة ما بينهم اللي هي الكابيلارز، يعني اللي هي بقى بتتشعب ما بينهم زي. عشان تنقل الفينوس الارتري للفينوس، تمام، تمام، عشان تنقل الويست برودكت. طيب ايه المشكله؟ الكابيلاريز دي فيها بورز كده، فتحات عشان تسمح ان الفلويد يتنقل يروح للخلايا، تمام. يعني الدم اهو اللي فيه الاكسجين هيدخل في الكابيلاري، وهي الكابيلاري البورز بتاعتها هتوصل الدم المؤكسد للخلايا وكده مع الاكل، ثم هيطلع الويست برودكت، هيدخل الجزء اللي تبع الفينيول في الكابيلاري ويخرج في الفينز، تمام. تمام، انا بتحكم في البرميابيليتي دي ازاي؟ يعني انا لا عايزه كل السبستنس تخرج من الكابيلاري ولا كل حاجه تدخل على الكابيلاري، فانا بتحكم في البرميابيليتي دي. يعني انا مش سايبه البورز والفتحات دي سايباها كده على الفاضي ويلا كله افتح على بعضه، لا، البلازما بروتين بتقفل لي الفتحات دي، فبتتحكم في البرميابيليتي، تمام، برميابيليتي، سوري. يبقى نقول كنترول كابيلاري برميابيليتي، بنقول البلازما بروتين كلوز موست اوف البورز، يعني مش بتقفل كل البورز بس بتقفل موست اوف ذا بورز اوف ذا كابيلاري وول، اند ذس ليميتنج اس برميابيليتي، سو ا ديكريز ان بلازما بروتين از اسوشيتد وذ انكريز الكابيلاري برميابيليتي. يعني ايه؟ يعني زي ما انا قلت، انا بحاول ان انا اقلل البرميابيليتي، يعني مش بسيبها سداح مداح كده ان حاجه ان كل مكونات الدم مسموح لها تخرج، لا، انا بتحكم فيها عشان تمنع ان البلازما بروتين تخرج من الكابيلاري ويتقل، تمام. في ان بي مهمه كده وهي الهايبو بروتينيميا. الهايبوبروتينيميا ديو تو ايذر، طب واحده هايبو يعني نقص، بروتين يعني نقص البروتين اللي هو غالبا هيكون الالبومين، ايميا يعني نقصه في الدم، هايبوبروتينيميا بنقول ان هو بسبب ليفر ديزيز غالبا. ليه؟ لان الليفر ديزيز هو المسؤول عن تكوين معظم البروتينز. او كيدني ديزيز، كيدني ديزيز قلنا ان هي هتعمل يورين لوس، تمام. ف او مال ابزوربشن، يعني انا او مال نيوتريشن، يعني انا اساسا باكل بروتين وكل حاجه بس مش الجسم مش بيمتصه كويس الجي اي تي بتاعنا، او عندي مثلا يعني مال نيوتريشن ان الشخص مثلا في مجاعه او حاجه. والمين سيمتومز بتاع الهايبو بروتينيميا دوت اللي هو عباره عن جنرالايزد اديما، تمام، اول اوفر ذا بودي. ليه؟ ببساطة جدا، احنا قلنا احنا نعمل بالازرق، ماشي، احنا قلنا ان ده البلد اللي فيه عبارة عن بلد سيلز وبلازما، احنا لنا في البلازما، البلازما بتتكون من بلازما بروتين، تمام؟ البلازما بروتين دي مسؤولة عن حاجة اسمها ايه؟ اوزموتيك. الاوزموتيك بريشر ده اسمه قوة السحب، بتسحب فلويد، تمام؟ والمين important
التركز في الاوزموتيك بريشر او الحاجه المهمه جدا جدا في الاوزموتيك بريشر بتاع البلازما هو مين؟ البروتين، وخاصه الالبومين. ليه؟ لان البلازما متفرده بوجود الالبومين والبروتينز، ومش موجوده في الانترستيشيال والانترستيشيال. طيب حصل والبروتينات دي قلت من الدم، يبقى الاوزموتيك بريشر بدات تقل، اللي كانت بتسحب الدم او الفلويد من الانترستيشيال. لا، ساعتها هيحصل عكس، هيحصل عكس اللي هو ايه، حاجه اسمها هيدروستاتيك بريشر، او هنقول ان الفلويد هيبدا ينزل في الانترستيشيال تيشو. فسبحان الله الخلايا بتاعتنا والانترستيشيال هيبدا يتملي ميه ويحصل له ايديما. تمام. ومش بس ده الميكانيزم الوحيد، الميكانيزم التاني اللي احنا لسه بنتكلمين عليه فوق اللي هو الكابيلاري برميابيليتي. احنا قلنا البلازما بروتين مش بس مسؤول عن الاوزموتيك بريشر، لا كمان البرميابيليتي بتاع الكابيلاري. فانا مش ساده كل البورز، مش ساده اغلب البورز، فساعتها الفلويدز والبروتينز هتقل اكتر. تمام. دي شوية أسئلة مراجعة سريعة كده على المحاضرة. بنقول إن البلازما بتمثل كام من البلاد فوليوم؟ بتمثل 55%، لكن البلاد سيلز بتمثل 45%. النسب دي مهمة. بنقول زمان بلازما بروتين، البلازما بروتين اللي هو واخد البالك الأكبر من حجم البلازما هو الألبيومين، ودوت بيمثل من 3.5 ل 5 جرام لكل ديسي. انما الاميونوجلوبيولين ده كان بيمثل حوالي 2.5، الفايبرينوجين كان بيمثل 4.4، والبروثرومبين كان بيمثل 1% تقريبا. تمام. بنقول ان الاي جي ريشيو اللي هو الالبومين جلوبيولين ريشيو، ايه الفاليو بتاعه، ايه اهميته؟ احنا قلنا بنقول مثلا بنقول ان هو فاليو في الدياجنوستيك، لا، لان في اسباب كتير بتقلل او تزود الريشيو ده. فاحنا مجرد ما نعرف ان في اختلافات في الريشيو عن النورمال نعرف ان في مشكله، لكن ايه هي المشكله بالظبط؟ لا ما اقدرش اعرفها، فهي مش دياجنوستيك. امال ايه؟ انا بقدر اشوف هل المشكله دي اتحسنت وتعالجت والريشيو راح ناحيه نورمال، ولا اتدهورت و الريشيو ابنورمال وبتزيد في الابنورماليتي بتاعتها. فبنقول ان هي بتشوف البروجريشن اوف الديزيز، تطور حاله الديزيز. السؤال الرابع معانا، بلازما بروتين سينسز بتاعها بيكون في الليفر اكسبت اول بلازما بروتين سينسز ان الليفر اكسبت الاميونوجلوبولين او الجلوبولين. ليه؟ لانه بيتصنع في البلازما سيلز اللي هو تبع الواي بي سيز. اتمنى تكونوا استفدتوا من المحاضره، احنا كده وصلنا للنهايه. شكرا يا جماعه، ربنا يعني ينفعكم بيا، وان شاء الله اكون وصلت المحاضره كويس. ربنا يعينكم ويوفقكم. بدايه سنه دراسيه سعيده يا اولاد.